السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هحل معاكم نموذج اختبار انجليزي للصف السادس الابتدائي، وحنحل مع بعض الوحدة الاولى والثانية. وقبل ما ابدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو ان ينزل اسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة. ونبدأ بسم الله بالسؤال الاول. السؤال الاول يقول complete اي اكمل. Hello, my name is ليلى. فراغ 11 years old. هنا ليلى تتحدث عن نفسها وتقول اسمي ليلى وعمري 11 سنة. إذا عندما تتكلم عن نفسها هل سنختار she 11 years old ولا I am 11 years old؟ طبعا الإجابة I am لأنها هي التي تتحدث عن نفسها. ننتقل إلى السؤال الثاني. Whose shoes are these? Whose تعني لمن؟ Shoes الأحذية هذه. إذن لمن هذه الأحذية؟ هل ستكون الإجابة They are Hashim's و They are mine؟ طبعا لا يصح أن نقول أنها لهاشم ولي في نفس الوقت. طبعا لن تكون لهاشم ولي في نفس الوقت، أم سنقول they are Hashim's هي لهاشمز، they are his إنها له. إذن هنا نخبر أن هذه الأحذية لهاشمز وهي له. له هنا تعود على هاشم، his يعود دائما على المفرد المذكر. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى السؤال الثالث. complete أكمل. the dolphin is cute but seahorse is فراغ a dolphin. هنا يقول السؤال أن الدلفين هو لطيف لكن فرس البحر هو ألطف من الدلفين. هل سنقول ألطف من؟ هي the cutest. the cutest تعني الألطف. طبعا هو ليس الألطف هنا في مقارنة بين اثنين، ما بين seahorse وما بين الدلفين. إذن سنقول cuter than هو ألطف من. طبعا لا يصح أن نقول faster than لأننا نتكلم عن صفة الكيوت اللطافة وليس عن صفة السرعة. إذن سنختار cuter than. إذن seahorse is cuter than a dolphin. ننتقل إلى السؤال التالي. choose the right answer. اختر الإجابة الصحيحة. as scary as هو مخيف مثل ماذا؟ ماذا تعني سمكة القرش باللغة الإنجليزية؟ هل هي a seahorse فرس البحر أم shark؟ طبعا إنها shark. إذا سنختار shark. choose the right answer. أيضا اختر الإجابة الصحيحة. as slow as هو بطيء مثل ماذا؟ هنا لدينا صورة فرس البحر. وماذا يدعى فرس البحر باللغة الإنجليزية؟ يدعى a seahorse. إذن هو بطيء مثل a seahorse. إذن الإجابة الصحيحة هي a seahorse وليس a shark والتي تعني سمكة القرش. Do you play tennis؟ هل تلعب كرة التنس؟ الإجابة ل Do you play a tennis إما yes أو no. إذا أجبنا بياس سنقول yes I do لأننا نسأل عنك أنت، هل تلعب أنت التنس؟ yes I do هي الإجابة الصحيحة، نعم أنا ألعب. لا يصح أن نقول yes she does لأننا نسأل عنك أنت وليس عنها هي. she تعني هي. إذن yes she does إجابة خاطئة. هنا السؤال يقول do they do pottery؟ هل هم يصنعون الفخار؟ طبعا الإجابة إما yes أو no. إذا قلنا no ستكون no they don't. no they استخدمنا they التي هي في السؤال، لا يصح أن نقول no they do، يجب أن تنفى بنط بعد do. إذن no they do خاطئة، يجب أن نقول don't. fill the missing letters أكمل الحروف الناقصة. هنا لدينا M وحرفان ناقصان وحرف T. ما هي الكلمة التي أخذناها والتي تبدأ بM وتنتهي بT؟ إنها كلمة meet.
meat وتعني اللحم، نقول meat وليس mate أو moat. إذن الحروف الناقصة هي حرفا الـ E والـ A لنكمل كلمة meat. هنا أيضا fill the missing letters، أيضا أكمل الحروف الناقصة. هنا لدينا حرف الـ B وأيضا حرفان ناقصان في الوسط وحرف الـ T. الكلمة التي أخذناها والتي تبدأ بحرف الـ B هي boat. boat وتعني القارب. إذن الحرفان اللذان يكملان كلمة boat هما الـ O والـ A. boat وليس beat أو bait. إذن الكلمة هي boat وتعني قارب. أيضا هنا لدينا fill the missing letters، أكمل الحروف الناقصة. هنا cheese، الحرفان لدينا C والH والتي تلفظ ch، ثم حرفان ناقصان وSE. ما هي هذه الكلمة؟ إنها cheese وتعني الجبن، والحرفان اللذان يكملان كلمة cheese وتعني الجبن هما الE والE. إذن سنختار هذه الإجابة. والآن لننتقل إلى حل نموذج آخر أيضا للصف السادس الابتدائي، الوحدة الأولى والثانية. السؤال الأول يقول they a car، هل مع they تأتي have أم has؟ طبعا دائما مع they تأتي have. have تأتي مع they، we و you و I. أما has فتأتي مع she وهي و it. إذن نقول they have a car، هم لديهم سيارة. السؤال الثاني What sport do you like؟ ما هي الرياضة التي تحبها؟ هل ستكون الإجابة I like apple، أنا أحب التفاح، أم I like football، أنا أحب كرة القدم؟ بما أن كرة القدم هي الرياضة إذن هي الإجابة الصحيحة. My name فراغ منى، اسمي منى. دائما تأتي مع منى is لأنها مفرد، إذن نقول is منى وليس are منى. My name is منى. هنا كلمة difficult عندما نستخدمها في المقارنة، هل نقول more difficult than أم نقول difficulter than؟ طبعا بما أن كلمة difficult كلمة طويلة ومقسمة إلى أكثر من صوت نقول difficult، مقسمة إلى ثلاثة أصوات فهي كلمة طويلة، يجب أن نضع لها more، لا نقول difficulter. هنا ما هي هذه الصورة؟ صورة ماذا؟ صورة لحم. هل لحم باللغة الإنجليزية تعني meat والتي تكتب بهذه الطريقة، أم meat التي تكتب بهذه الطريقة؟ طبعا meat والتي تعني لحم هي التي تكتب meat، أما meat هذه فتعني مقابلة. إذن الإجابة الصحيحة هي هذه. هنا لدينا رز أو أرز، الأرز باللغة الإنجليزية يعني rice وليس pine، إذن سنختار rice، أما pine فتعني شجرة الصنوبر. هنا لدينا سؤال، هل نبدأ هذا السؤال ب does أم do؟ بما أن السؤال يحتوي على you إذن دائما يأتي مع you do. Do you play tennis؟ إذن do تأتي مع you, they, we و I، أما does فتأتي مع he و she و it. هنا لدينا صورة دلافين، ودلافين تعني باللغة الإنجليزية dolphins، بما أنها أكثر من دولفين واحد إذن نضع الكلمة التي بها s الجمع، لا نقول a dolphin لأنها للمفرد. هنا في الصورة لدينا أكثر من دولفين، إذن الإجابة الصحيحة هي dolphins. Sharks are than whales، القروش هي ماذا بالنسبة للحيتان؟ هل هي fast أم faster؟ طبعا نقول faster في المقارنة بين اثنين، لا نقول fast لأن fast هي صفة لشيء واحد، إذن سنقول faster than whales. هنا as فراغ as a baby seal، دائما عندما تأتي as و as نضع الصفة بدون أي إضافة، يعني نقول cute as a baby seal، لا نقول cutest
ولا نقول أيضا كيوتر، فقط نضع الصفة كما هي. والآن ننتقل إلى نموذج آخر أيضا للصف السادس الابتدائي. هنا يقول السؤال rearrange the following sentence correctly. rearrange تعني رتب أو أعد ترتيب هذه الجمل بشكل صحيح. هنا لدينا صورة شخص لديه مال. الجملة تقول money I have. كيف سنرتب هذه الجملة؟ سنرتبها بأن نقول I have money. إذن ترتيب الجملة الصحيح هو I have money. هنا أيضا السؤال يقول rearrange the following sentence correctly، أي أعد ترتيب الجمل التالية بشكل صحيح. هنا لدينا الجملة هي Sophia has purple dress a. كيف سنرتب هذه الجملة؟ الترتيب الصحيح للجملة سيكون Sophia has a purple dress. صوفيا لديها فستان لونه purple أو بنفسجي. إذن ستكون الترتيب الصحيح للجملة هو Sophia has a purple dress. وأيضا هذا السؤال هو نفسه أعد ترتيب الجمل. هنا نلاحظ أن هذا الولد لا يستطيع النوم، فالجملة هي sleep he cannot. كيف سنرتب هذه الجملة؟ سنقول he can't sleep، هو لا يستطيع النوم. إذن الترتيب سيكون he can't sleep. السؤال التالي whose turtle is it؟ لمن هذه السلحفاة؟ هنا نلاحظ أن هذه السلحفاة لهذا الولد والذي يدعى. هل سنقول It's منى's، هل هي فتاة؟ لا، ليست لمنى. It's their، هي لهم. طبعا هي ليس لهم لمجموعة، إنما It's Jack's، إنها لجاكس. طبعا هذه الإس التي بعد الفاصلة هي للملكية، أي تعود لجاك. هنا السؤال يقول choose the correct sound for each picture، اختر الصوت الصحيح لكل صورة من هذه الصور. هنا الصورة الأولى هي sheep sheep وتعني الخروف، يليها train train وتعني القطار. هنا read read وتعني يقرأ. إذن ما هي الأحرف الناقصة المتتالية لكل كلمة من هذه الكلمات؟ إذن الحروف المتتالية هي لكلمة sheep الحرفان الناقصان هما EE، يليها كلمة train الحرفان الناقصان هي AI، وread الحرفان الناقصان هما EA. إذن الاختيار الصحيح سيكون هذا. السؤال التالي أيضا choose the correct sound for each picture، أيضا اختر الصوت الصحيح لكل صورة. هنا الصورة الأولى هي صورة أرز وتعني rise rise. الصورة الثانية هي فطيرة التفاح وتعني pie. والصورة الثالثة يلعبون وتعني play. إذن ما هو ترتيب الأحرف الصحيح لهذه الكلمات الثلاثة؟ rise الحروف الناقصة هي I و E، إذن هنا I ثم حرف الوسط اللي هو C ثم E. pie الحرفان الناقصان هما I E، أما play فالحرفان الناقصان هما A Y. إذن هذا هو الاختيار الصحيح. هنا السؤال يقول where do you live؟ where do you live؟ أين تعيش أنت؟ هنا هل أنا أعيش؟ ماذا ستكون الإجابة؟ هل نقول I am fine thank you، أنا بخير شكرا لك، أم نقول my name is هاشم، اسمي هاشم، أم نقول I live in جازان، أنا أعيش في جازان، وهي الإجابة الصحيحة. وبانتهاء هذا السؤال أكون قد انتهيت من حل نماذج اختبار الصف السادس الابتدائي الوحدة الأولى والثانية. إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه أرجو نشره بين الطلاب والطالبات ليستفيد أكبر عدد من الطلاب.
ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم الفيديوهات الجديدة، وشكراً.